يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: البعض من طلبة العلم يتراجع عن تعلم بعض مسائل العقيدة خشية أن يزل في شيء من ذلك، فهل فعله صحيح؟ إيش؟ البعض من طلبة العلم يتراجع عن تعلم بعض مسائل العقيدة خشية أن يزل في شيء من ذلك، فهل فعله صحيح؟ لا، هذا من الشيطان. الشيطان يقول له لا تعلم العلم، أخشى أنك تغلط ولا ما تعمل بعلمك ثم تعذب. ويقول له لا تصلي بالليل يتهمونك الناس بالرياء، لا تصدق يتهمونك بالرياء. يجيها الشيطان من هذا الباب. لا يطيع الشيطان، يطلب العلم، يصلي، يصوم، يتصدق ويعمل الصالحات، ولا يلتفت لوساوس الشيطان. نعم.